علق يا بشير علق. انت نصور فيديو؟ ايه. الان في وادي حنة مفرق جبل حبشي، طبعا اروع مكان في اليمن. ايوه والله بلادنا خضراء والله. ها شلال صغير والله بلادنا تستاهل كل خير. طيب تعال صورنا فهد، تعال صورنا فهد، فهد تعال صورنا. امشي 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 امشي. تعال 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 بشير، تعال بشير. امشي بعد الماء بعد الماء. تعال تعال دكتور. يلا علق 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 علق. هنا يفرشوا هنا حصير ويقصوا عوائل، وهناك وهناك. طيب ما فيش طريق كذا. الا لا مقطوع. مشي صور الشجرة يا فهد، صور الشجرة. صورت صورت صورت. هنا من ترى مقطوع من هنا، طريقك انت صح. اه بندو بعدك. هذا شلال صغير. يا دكتور وليد حبيبي حبيب. ها شوف علق علق يا دكتور وليد على الوادي. الوادي هذا بالشتاء والله عجيبة. أيوة. وادي الأخضر بالشتاء. عادوا عادوا عادوا. ايه على التليفون، مسك على التليفون. صور صور. كيف اسوي؟ وقف وقف. ها موقف ابو شنو؟ بس صدق.